صافي سالا كل شيء. بدا الخبر كينتشر في المدينة، الناس ما فهموا والو، تصعقوا تصدموا ما تيقوش هذا الخبر. أما ابن الخطاب غادي يهز السيف ديالو غادي يبدا كيهدد الناس، من زعم أن رسول الله مات غادي نضربه بالسيف ديالي، ما ماتش بل ذهب ليكلم ربه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام الله عليكم أينما كنتم، ومرحبا بكم معنا في الحلقة الأخيرة من سلسلة ديالنا مع الحبيب، السلسلة الرائعة بصراحة ما سخيتش بها، وأظن أيضا بلي أنه شحال واحد فيكم ما غاديش يسخى بها. خير ما تعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيعتكف في كل رمضان 10 أيام، لكن في السنة العاشرة غادي يعتكف عليه الصلاة والسلام 20 يوم. وأيضا كان جبريل عليه السلام تيجيه في كل رمضان وكيدرس القرآن مرة واحدة، إلا في هذه السنة العاشرة غادي يدرس القرآن مرتين. علاش في نظركم وقع هذا الأمر؟ فوق من هذا الشيء أيضا لما حج سيدنا رسول الله في هذه السنة كان من الوصايا ديال الناس: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكأنه كان تيعطيهم إشارات بلي أنه هذا العام ديالو هو العام الأخير ليه. غادي ينزل مولانا تعالى آيات إكمال الدين، وفي أوسط أيام تشريق أنزل الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا تم النصر والفتح تم الله النعمة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بمعنى أنه رسول الله حس أنه هذا نعي من مولانا، كان مولانا عز وجل ينعاه بهذه الصورة. لما رجع رسول الله من الحج ودخلت السنة 11 بدأت بزاف ديال العلامات اللي كانت كتبان. مش رسول الله عند شهداء أحد وصلى عليهم ودعا لهم بالخير، بعدها بأيام مشى لمقبرة البقيع بالليل مع أبي مويهبة ودعا لهم واستغفر لهم، وقال لأبي مويهبة: يا أبا مويهبة، أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، أخيط بينها وبين لقاء ربي. قال أبي مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختار الخلد في الدنيا. قال رسول الله: لا يا أبا مويهبة، اخترت لقاء ربي. فرجع رسول الله وبدت العلامات والإشارات كتقرب للنهاية ديالها. غادي يخرج رسول الله في أواخر شهر صفر الجنازة في البقيع، وهو فيها غادي يحس بالتعب وشد عليه الصداع وارتفعت الحرارة ديالو. لما رجع للدار لقى عائشة كتقول: ورأسه يا رسول الله. كانت عائشة حتى هي سبحان الله تصابت بنفس الصداع. قال لها رسول الله: بل أنا ورأسه يا عائشة. وبدا المرض كيتزاد عليه بشوية بشوية. غادي يتمكن المرض من الحبيب، وكان كل ليلة كينتقل من عند زوجة لزوجة، وكان كيسول كل واحدة منهم: أين أنا غدا؟ غادي يطلب من الزوجات ديالو ياخذ من عندهم الإذن أنه يبات دوك الأيام والليالي عند عائشة الصديقة رضي الله عنها، عند أحب الناس ليه. غادي يعيط على آل بيته الفضل وابن العباس وعلي بن أبي طالب، غادي يهزوه ورجليه كانوا غير كيخبطوا فوق الأرض وراسه كان معصب عليه الصلاة والسلام. فأحب وأشرف الخلق إلى الله هكذا غادي يهزوه من شدة المرض اللي اشتد عليه باش يديوه للبيت ديال الحبيبة ديالو عائشة رضي الله عنها. غادي تسرح عليه الصلاة والسلام، وكانت كتجلس حداه وما كتفارقوش، وكتقوم عليه وكتقرأ عليه القرآن، وكتطلب مولانا وكتنفت ليه في يديه وكيمسح بهما الجسد ديالو الطاهر. غادي يشتد المرض على رسول الله وصحابه حزنوا ونزل عليهم الهم والغم، فبغى يوصل الحبيب صحابه فأمر أهل بيته باش أنهم يكبوا عليه القرب ديال الماء بقوة الحرارة اللي تزادت عليه باش أنه يقدر يوقف. غادي يكبوا عليه قربة من الماء وزادوا وحدة أخرى وحدة أخرى حتى وصلوا للسبعة نتاع القرب، حتى قال: حسبكم حسبكم. هزوه عليه الصلاة والسلام وداوه للمسجد وجلسوه في المنبر. على كتافه كانت واحد الملحفة وعصب راسه بواحد الزيف، والألم كان كيشتد به، ولكن كانت باقة مازال عنده واحد الوصية أخيرة لصحابه اللي كان بغي يعطيها. لما تجمعوا الناس عنده في المسجد وهم كلهم مغمومين وحزنانين، غادي يذكرهم بمولانا ومما قال: قتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد، ألا لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، ولا تجعلوا قبري عيدا، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، فليستقد منه، ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي،
وأوصي الناس بالأنصار، قال الله الله بالأنصار، فإن الناس يكثرون وهم يقلون، اقبلوا بمحسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. غادي ينبئهم كأنه كان تيجهزهم، غادي يقول لهم إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا يؤتيه فيها ما يشاء وبين ما عنده، فاختار العبد ما عند الله. ما قالش لهم راه أنا. واحد الرجل من القوم بدا كيبكي، بداو كيشوفوا الناس شكون هذا، شكون اللي بكى؟ أبو بكر اللي بكى لأنه فهم أنه رسول الله تيقصد بالعبد هو، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. والصحابة كيتعجبوا علاش أبو بكر تيقول هذا الكلام. قال رسول الله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم هذا خليل الرحمن. إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وأمر رسول الله بأنه جميع الأبواب ديال المسجد تسد إلا باب أبي بكر. من بعد انزل رسول الله لبيته وسمع بلي أنه الناس كيدووا في إمارة أسامة بن زيد للشام، كأنهم تثاقلوا كيفاش يكون أسامة صغير في السن وأميرا علينا في الجهاد. غادي يجمع الناس وقال لعلكم تكلمتم في إمارة أسامة كما تكلمتم في إمارة أبيه، فوالله إنه لخليف بها يستحقها كما أباه كان يستحقها. ورجع رسول الله هزين البيت عائشة. حزن شديد غادي يخيم على الصحابة. كان يوم الأربعاء من شهر ربيع الأول من سنة 11 للهجرة اللي كان خرج فيها رسول الله كيوصي صحابه هاد الوصايا، ولعلها أنها تكون آخر مرة غادي يجلس في المنبر دياله وحتى شي حد ما عارف. نهار الخميس 8 من ربيع الأول المرض باقي شد في رسول الله وغير غادي يتزاد عليه عليه الصلاة والسلام. الصحابة مهمومين وحزنانين، ورسول الله مع شدة المرض ديالو كان تيقاوم وكينوض وكيصلي بالناس، فغادي يصلي بهم نهار الخميس في الفجر والظهر والعصر والمغرب. ورجع لفراشو وجا لعندو بلال كيعلمو بصلاة العشاء، وفاق وقال أصلى الناس؟ لا يا رسول الله راه كيتسناوك. قال لهم سيدنا محمد كبوا عليا ماء، والحرارة كانت مرتفعة، كبوا عليه ونض باش يصلي وهو يطيح سخف. تسناو حتى فاق وسول عليه الصلاة والسلام أصلى الناس؟ قالوا ليه لا يا رسول الله كيتسناوك. كيتسناو الحبيب ديالهم والشفيع ديالهم، ولو طال المرض ديالو ليالي وليالي غادي يبقاو كيتسناوه باش يصليو معاه صلاة العشاء. قال لهم مرة أخرى كبوا عليا الماء، وكبوه وقاوم باش أنه يصلي، وطاح للمرة الثالثة حتى عرف بلي أنه ما بقاش مازال قادر أنه يصلي بهم، وقال أمروا أبا بكر أنه يصلي بالناس. فهاد اللحظة كانت صعيبة على رسول الله هاد الجملة، لأنه سنين طويلة هو إمام بهم، وكانت صعيبة على الصحابة حتى هما وحتى على أبو بكر. قالت عائشة رضي الله عنها بنت أبا بكر يا رسول الله إنه رجل أسيف، بمعنى ما كيتحملش القرآن تيبكي. قال لها إن كنا صواحب أسف. أمروا أبا بكر باش أنه يصلي بالناس. مشى بلال تيجري عند الصديق وصلي هاد الطلب. أبو بكر تيقول أنا كان الموقف عليه صعيب، صعيب شي حد أنه يخلف رسول الله في المكانة ديالو كإمامة في المسجد. هو اللي كان كيتقدم في المعارك، هو اللي كانوا كيتجمعوا من حوله وكيسولوه، هو اللي تيأمرهم بالمعروف وكينهاهم على المنكر. صلى بهم العشاء، غادي يرجعوا الصحابة لبيوتهم وهم مهمومين على الرسول ديالهم الحبيب ديالهم والشفيع ديالهم. حتى من جيش أسامة غادي توقف فاش ساق الخبار حزنا على رسول الله، كأنه الدنيا غادي توقف هذيك الأيام. يوم الخميس كل شيء في بيته. نهار الجمعة رسول الله ما قدرش يخرج. السبت غادي يصلي صلاة الظهر. قام رسول الله وهزوا الصحابة والناس كيصليوا الظهر، والصديق هو الإمام ديالهم. غيدخل سيدنا محمد للمسجد واضطربت الصفوف فرحا برسول الله، وكأن المسجد تتنور من جديد. حتى من الصديق كاد أنه يقطع الصلاة ديالو فرحا بخروج سيدنا رسول الله. تشفى رسول الله، تشفى رسول الله، هادشي اللي كان تيسحب ليهم. وأشار الحبيب للجميع جلسوا في بلاصتكم. من بعد جلس حدا أبو بكر اللي غادي يهتم به. صلاة الصلاة ورجعوا الناس فرحانين حيتاش رسول الله وأخيرا تعافى تشافى، مشى المرض ومشى البلاء ورجع لينا الحبيب. كل شي بغى يموت وما يتصابش لهم رسول الله بالأذى، ولكن في صلاة العصر ما قدرش يخرج الحبيب من جديد، ورجع الحزن غادي يخيم على الجميع مرة أخرى. فهاد الأيام غادي يوصي سيدنا النبي بالوصايا أن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وصى الناس بالصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هاد الأيام الأخيرة ديال الحبيب اللي فيها المرض غادي وكيتزاد، والهم حتى هو على الناس، لدرجة أنه كل شيء ولا كيتمنى لو كان يعطي من صحته ومن حياته لرسول الله. نهار الحد 11 ربيع الأول غادي تصدق النبي
من ماله وهب السلاح ديالو واعتق الغلمان ديالو كأنه عرف الخبر. أما الذروع ديالو كان راهنهم عند اليهود، ما خلى ليه حتى شي حاجة من الدنيا، أعطى قاع اللي عنده حيت عرف بلي أنه النهاية قربت. يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، المسلمون غادي يصليوا الفجر، والإمام ديالهم هو الصديق، والحبيب ديالهم راه هو كشد الفراش وما قادرش يخرج لعندهم. شوية رسول الله هو كيتسنى الناس أنهم يصليوا الفجر، ناض من فراشه وكشف الستار والناس يصليوا الفجر، وشاف فيهم مبتسما عليه الصلاة والسلام، ابتسامة اللي غادي تنور المسجد، والناس تلفوا وضربات الصفوف من جديد، وأبا بكر بدا كيتراجع، كل شي ظن بلي أنه رسول الله تشافى، لدرجة أنه صلاتهم كانوا غادي يفسدوها، ولكن الحبيب شير ليهم أتمموا صلاتكم ورجع الفراش عليه الصلاة والسلام. فهاد اليوم نتاع الاثنين 12 من ربيع الأول تاريخ اللي عمره ما يتنسى، مصيبة غادي تطيح على المسلمين، غادي تطيح على الكون بأكمله. غتجي فاطمة بنته عنده، لما شافها وشافته بكات وقالت له وكربتاه يا أبتاه، وكربتاه يا أبتاه، يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. جلسها عنده بدات يقول لها كلام اللي بكات منه اللي ضحكها به. الكلام الأول كان قال لها بلي أنه وصلت النهاية ديالو وهي تبكي، من بعد بشرها وقال لها بلي أنه هي أول من غادي تلتحق به، فرحات غادي يعيط على الحسن والحسين وقربهم منه، كانت يبغيهم ريحانته في الدنيا، قربهم منه وعنقهم وباسهم ووصى الناس بهم، غادي يعيط على آل بيته ووصى عيالاته ووعظهم وذكرهم. ارتفع الضحى واشتد الألم تاع الحبيب، كانوا حاطين على وجهه عليه الصلاة والسلام واحد القماش، إذا اشتد الألم ديالو تهزو، كتقول عائشة وضعت بين سحري ونحري، راسو عليه الصلاة والسلام الشريف حطاتو على صدرها وكانت يحبها حبا جما. غادي يدخل عليهم خوها عبد الرحمن اللي كان في يديه السواك، شاف رسول الله في السواك وقالت عائشة كأنك تريده يا رسول الله، أشار براسه نعم وخدات السواك من خوها رطبته بالريق ديالها، وكان آخر ما مس ريقه الشريف الريق ديال سيدتنا عائشة رضي الله عنها سوكات رسول الله. فهداك النهار فوق الضحى كتقول عائشة كانت عند رسول الله ركوة من الماء، كياخد الماء وتيمسح وجهه وتيقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، من بعد شفتو تيشوف في السماء وهو هذا الصبع الشريف وتيقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، وهو يقبض مولانا الروح ديالو. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لما تقنت عائشة من أن سيدنا رسول الله مات حطته على الفراش ديالو وخطت له وجهه الشريف، هكذا خرجت الروح الطاهرة ديالو من هذا الجسد الطاهر، سال كل شيء وأدى الرسالة وبلغها وأدى الأمانة ونصح الأمة، صافي سال كل شيء. بدا الخبر كينتشر في المدينة، الناس ما فهموا والو، تصعقوا تصدموا ما تيقوش هذا الخبر. أما ابن الخطاب غادي يهز السيف ديالو غادي يبدا كيهدد الناس، من زعم أن رسول الله مات غادي نضربه بالسيف ديالي، ما ماتش بل ذهب ليكلم ربه وغادي يرجع يضرب أعناق قوم نافقوا. فهاد اللحظة الناس بين مصدق ومكذب، مصيبة اللي عمرها ما دازت عليهم من قبل بحالها. غادي يصرح أبا بكر من بيته لبيت بنته عائشة، لما دخل لقى بنته عائشة كتبكي، غادي يرفع الغطاء على رسول الله وغادي يقبله بين عينيه وتيبكي وتيقول طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا تذوق الموت مرة أخرى. خرج الناس ولقى عمر تيهددهم وإذا به تيقول اجلس، ما قدرش يجلس. من بعد مشى أبو بكر للمسجد وتوجهوا الناس كلهم خلف أبو بكر كيسمعوا شنو غادي يقول، كيتمناوا لو كان هذا الخبر كذوب. فإذا به من بعد محمد الله غادي يقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإذا به تقرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تيقول ابن العباس كأننا أول مرة غادي نسمعوا هذه الآية. أما عمر تيقول لما سمعتها خررت على الأرض أبكي، بكوا الناس جميعا، عمر ما دست على هذه الأمة مصيبة بحال هذه المصيبة نتاع موت رسول الله أحب الناس إلى قلوبهم. كاع بيوت المسلمين غادي تخربقوا، اللي غادي في شي طريق جلس كل شي كيردد الآية وكل شي تيبكي وقلبه محروق وتظلمات المدينة عليهم. بكت فاطمة وقالت يا أبتاه يا أبتاه، أجاب ربا دعاه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه
يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، فاش الناس تأكدوا من موت رسول الله كل شيء اكتئب. سيدنا رسول الله فضل أنه يختار مولانا، فضل أنه يبقى مع الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. الناس غادي يختلفوا فشكون غادي يخلفوا؟ غادي يخلف سيدنا رسول الله. في الأخير غادي يستقر الأمر على الصديق. شنو غيديروا مع رسول الله؟ واش يغسلوه؟ واش يدفنوه؟ واش يصليوا عليه؟ جمعوا كبار القوم في اليوم الثاني، قرروا باش أنهم يغسلوه. المصيبة كانت قوية على أصحاب سيدنا رسول الله، لدرجة أنهم ما عرفوش ياخذوا القرار هذاك النهار حتى النهار الثاني اللي هو كان يوم الثلاثاء. غيدخل عليه أقرب الناس ليه، عمو العباس وولاده وعلي، وبداو كيغسلوه. كيفاش قدروا؟ عطاتهم نفسهم أنهم يشوفوا رسول الله في هذه الحالة. غسلوه ثلاثة وكفنوا في ثلاثة ديال التواب اللي كانوا بيضين يمانيين، وخلاو يدخلوا عنده أقرب الناس ليه، غادي يصليوا به 10 بـ10 من صبيحة يوم الثلاثاء، تيصليوا عليه حتى الآخر الليل، ليلة الأربعاء، والناس كباقا مازال كتصلي عليه. كرب ووهن وحزن واكتئاب. وهنا غادي يختلفوا فين غادي يدفنوه، وهو ينطق أبو بكر وهو يقول: سمعت رسول الله تيقول ما مات نبي إلا ودفن في الموضع اللي مات فيه. فعلا غادي يهزوا الفراش ديالو، حفروا ليه قبره تما، وحطوا الجسد ديالو الطاهر. بكات فاطمة وهي كتقول: كيف طابت أنفسكم وانتم تتحطوا التراب على رسول الله؟ تيقولوا لها: والله أنكرنا قلوبنا. كتقول سيدتنا عائشة: لما سمعنا صوت أنهم تحفروا الأرض علمنا أن رسول الله يدفن. بكوا الناس وبكى المنبر على رسول الله، بكى المسجد على رسول الله، بكت الأرض على رسول الله، بكت السماء على رسول الله، بكى كل شيء على فقد رسول الله. مات رسول الله ولكن بقت السنة ديالو، بقى النور ديالو والذكر ديالو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهكذا غادي يموت الحبيب على سن 63 سنة، خرج من الدنيا ولكن بقى الآثار ديالو في الأولياء والعارفين وفي كل من عشقه وفنى في الذات ديالو الطاهرة عليه الصلاة والسلام. وهكذا وصلنا لنهاية الحلقة، أو بالأحرى إلى نهاية هذه السلسلة. وكم عشقتها يا الله. إذا لاحظت أنه المشاهدة نزلت فيها بزاف، وصراحة صراحة هذا لا يهمني أبدا، ما دام أنه كانت صالح سيرة سيد الخلق فهذا شرف لي. كنت طامعة من خلال هذا البرنامج أو لهذه السلسلة أنها توصل لأكبر فئة لهدف واحد فقط، والله شهيد على ما أقول، أننا نذكر ونعرف المسلمين بالإسلام ديالهم، وكيفاش انتشر هذا الإسلام، والتضحيات اللي داز منها، والألام وغيرها اللي دازوا منها آل بيت رسول الله وأصحابه. لكن سبحان الله ما غادي يستمر في المشاهدة إلا القلة القليلة اللي فعلا اهتمت بالأمر وذاقت المعنى ديال المحبة وديال الحبيب في هذه السيرة. وهذا هو المفروض أنه يكون. وقد ما كانت هذه السلسلة متعبة في التصوير ديالها والكتابة ديالها والمونتاج اللي ضيق وقتي أنا خاصة، قد ما كان هذا التعب مرافقة حلاوة، لأنني تعرفت ولأول مرة على أحداث كنت كنجهلها يا سادة يا كرام هذه 30 سنة من حياتي. وكيف قلت لكم في بداية البرنامج، كانت هدف من أهدافي لهذه السنة هي أنني درت هذه السلسلة اللي فيها عشت أحداث سيدنا رسول الله بقلبي وعقلي وجميع جوارح ديولي. فكلما ازددت علما ازددت معرفة بجهلي. كنت منحت أنتم تكونوا استفدتوا من هذه السلسلة وقدرت نقربكم بسيرة الحبيب من الحبيب. هذه السلسلة أو عامة سيرة الحبيب إذا علمنا لوليداتنا غادي نقدمهم على ثلاث: على حب نبينا وحب القرآن وحب أهل القرآن، حب أهل بيت رسول الله. شكرا على وجودكم، شكرا على دعمكم، شكرا على التعليق ديالكم، شكرا على كلامكم الرائع، على الطيبوبة ديالكم، على أي حاجة درتوها في هذه السلسلة. دمتم في رعاية الله وحفظه. عيدكم مبارك سعيد. سلام سلام.